الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه القر الميامين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. على بركة الله تعالى نبدأ بحثنا تحت عنوان حوار مع إلحادي. لماذا لم تذكر الحضارة المصرية الفرعونية الرسالات السماوية ولم تذكر اسم يوسف، وهي التي دونت حتى اسم فلاحي النيل؟ فعن أي رسالات سماوية تتكلمون؟ أخي، هي أين الحضارة الفرعونية حتى تريدها أن تذكر قصة يوسف عليه السلام؟ فحتى علماء الآثار يبحثون عن كلمات وعبارات بين الآثار من هنا وهناك ويجمعونها ويفسرونها على نحو الاحتمال. أما التوثيق فهو أصل الديانات السماوية التي وثقت الأحداث التاريخية على طول التاريخ، والكتاب المقدس أي توراة وأنجيل توثق الأحداث لآلاف السنين. نعم، فيها الكثير من الأخطاء، لكن حركة التوثيق ثابتة. نعم أخي، البابليون والآشوريون لهم تراث أوسع بكثير مما وجد للفراعنة في نفس الفترة الزمنية، وهم في نفس الفترة الزمنية، والتوراة كتبت في نفس الفترة الزمنية التي حصل فيها الصراعات بين الآشوريين والفراعنة، وثم البابليين وثم الإيرانيين، الملك كورش والفراعنة كلهم يوثقون الأحداث التي تتحدث بها التوراة. نعم، الفرق أن كل واحد يسجل الحدث بما يعتقده به، والمهم يوجد توثيق للأحداث. وكلامنا عن هذا التوثيق الآن، فلا يمكنك أن تنكر وجود الأنبياء ووجود الديانات منذ القدم، حتى لو أنكرتها أنت كمعتقد. أخي، الآن كلامنا عن التوثيق، وأن قصة يوسف على سبيل المثال فهي موثقة منذ آلاف السنين ومتداولة بين الناس وتقرأ كل يوم من الناس المتدينة، يعني منشورة ومشاعة بخلاف كتابات غير الديانات، فهي توثيق ويركن في الخزانة إن وجد التوثيق أصلا. بمعنى أن الدين يفرض على المتدين أن يقرأ كتبه الدينية أو يسمعها من الشيخ أو الكاهن أو أي رجل دين بأي اسم كان. فقصص الأنبياء مشاعة ومتداولة بين الناس منذ آلاف السنين ومنذ وقوع أحداثها إلى يومنا هذا. فالأحداث في الكتب الدينية أوثق من غيرها، أو أكثر إشاعة من غيرها، أي ثابتة بثبوت أقوى من غيرها، بينما غيرها فلا زال البحث جار عن مخطوطات أو مطبوعات هنا وهناك لجمع قصة هذا المجتمع أو تلك الحضارة، ولا زال كل شيء تحت عنوان نظرية، بل نظريات يختلف العلماء فيما بينهم في تفسير ما وجدوه. نعم، والكلام عن أصل الفكرة، عن أصل القضية، أي الكلام عن الإجمال وليس عن التفصيل. هذه القضية نقاشها مستقل، المفروض تكون واضحة وثابتة. عندنا بعدها يأتي الكلام عن مقدار صحة ما موجود، وهل حصل التحريف أو لم يحصل، وهذا كلام آخر. لماذا اليابان الملحدة عندها أخلاق عالية؟ ولماذا أمثالك يطلبون الهجرة للدول الغربية في حين مكة المكرمة عاصمة الإسلام رمز للسقوط الأخلاقي، ويهرب المسلمون ويفرون من أرض الإسلام إلى الغرب الكافر؟ نعم، يؤسفني أن أقول لك أنت جاهل ومقرر به، فلا تنجرف خلف كلمات مزوقة خادعة، ولا تتعلم أن تصطاد بالماء العكر، وتتعلم النقد غير البناء، ولا تكون جاهلا تتبع شهوات وتنتقد وتنقاد لبعض المخادعين. انظر، هذا أسلوبك في التقفيز هنا وهناك، لما تنحصر هو نفس أسلوب التكفيريين
الذين يقطعون الرؤوس تحت مسميات دينية، ونحن معتادون على مثل هذه الأساليب، معتادون على مثل هذه الأساليب النظامية من أصنافك. فالتكفيريون التيمية حين ناقشهم الأستاذ في موضوع الرب الشاب الأمرد الجعد الوفرة القطط أبو رأس عليه حلة ونعلان في روضة خضراء، صاروا يقفزون هنا وهناك للإفلات من المآزق التي وضعهم بها الأستاذ، فهم يقولون: رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء، شاب أمرد من دونه ستر من لؤلؤ، رجليه في خضرة، قدميه في خضرة، عليه حلة خضراء، شاب موقر في خضر، عليه نعلان من ذهب، وعلى وجهه فراش من ذهب، شاب موفر في خضر، على فراش من ذهب، في رجليه نعلان من ذهب، شاب ذي وفرة، قدماه في الخضرة. فصاروا يقفزون هنا وهناك، فإنه إن كان جوابهم بالتأويل للمعاني فقد ناقضوا أنفسهم وخالفوا منهجهم من عدم التأويل، وعليهم التسليم بصحة وحلية منهج المعتزلة والأشاعرة والشيعة في التأويل في موارد التشبيه والتجسيم. فإن الأشاعر والمعتزلة والشيعة يلتجؤون إلى التأويل في موارد التي فيها تشبيه وتجسيم، فيقولون: هنا لا يراد به المعنى الحقيقي الصريح، وإنما يؤول إلى المعنى المجازي، أعاذنا الله، من المشبهة والمجسمة. نعم، والآن يكفي أن نثبت لك أنك جاهل كما هو جهل رفاقك من الملحدين. نقول: ملحدين لكن في الحقيقة أنتم جهلة وليسوا ملحدين، لأنكم لا تعرفون معنى الإلحاد. فيكفي أن يثبت لك جهلك أنك أتيت بمثال عن اليابان وتقول أنها ملحدة، علما أن اليابان ليست ملحدة. إضافة إلى أننا أثبتنا لك أنك جاهل في أبجديات الشعوب الحاضرة، فأنت تجهل كليا بديانة أو ديانات اليابان، وأنت في هذا العالم ومع وسائل التكنولوجيا المعاصرة، فكيف إذن تريد أن تفهم أساطير الفراعنة والسومريين والبابليين والآشوريين وتحاجج بها ضد ما كتبته الأديان كاليهودية والمسيحية والإسلام؟ نعم، كذلك تبين جهلك وأنت تتحدث عن أناس أساءوا تطبيق الإسلام كما أساء ويسيء غيرهم في تطبيق اليهودية والمسيحية وغيرها من الديانات القديمة أو المعاصرة، فعليك التفريق بين الناس وتصرفات الناس وبين الدين والقوانين الدينية والأخلاقية التي تحكمهم، لكن لا يلتزمون بهذه الأحكام والتعليمات والقوانين. فالإسلام شيء والمسلمين شيء آخر، والحديث عن نظرية ومنظومة فكرية لا علاقة لها بتصرفات إناس يتبعون ظاهرا هذه المنظومة أو ولدوا وهم ضمن هذه المنظومة الاجتماعية. الإسلام فشل ذريعا ببناء حضارة أو أخلاق. زواج الصغيرات عندكم حال؟ نعم أليف، إن ثبت جواز نكاح الصغيرات فهو علاج ناجح وناجع جدا. من أن تزني ببنتك الصغيرة أو تزني بأمك أو تزني بأختك الصغيرة، لأن كل شيء عند الملحدين مباح، بل هو أفضل من أن تلوط بأبيك أو أخيك أو ابنك الصغير، لأن كل شيء عند الملحدين مباح. والإسلام رفع شعار الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. نعم، الملحد لا شرف عنده، لا شرف عنده، ولأنه لا يملك الشرف يريد أن يسقط جميع الناس مثله،
يريدهم أن يسقطوا في وحل النجاسة والنجاسة والرذيلة، فهو لا يرضى بالعلاقات الشريفة مهما كانت، لكن يرضى بالسفالة والانحطاط، لأنه يزني بأمه مباشرة بعد أن زنى به أخيه أو صديقه أو جيرانه، أو وهو أي الملحد يزني ببنته الصغيرة بعد أن زنى به زملاؤها أو أصدقاؤها في المدرسة، أو بعد أن زنى بها أبناء الجيران. إنها الخسة والدناءة عند الملحدين فاقدين الشرف والأخلاق، لأنهم لا ضابط تحكمهم، فالإلحاد مادي لا قيمة لديه. يقول الأستاذ إن العلاج الذي قامت به الشيوعية على الرأسمالية له مضاعفات طبيعية جسيمة جدا تجعل ثمن العلاج باهظة، ووضع تصميم جديد للمجتمع يذوب فيه الأفراد نهائيا ويقضي على الدوافع الذاتية قضاء تاما. موضع التنفيذ يتطلب قوة حازمة تمسك زمام المجتمع بيد حديدية وتحبس كل صوت يعلو فيه وتخنق كل نفس يتردد في أوساطه وتحتكر جميع وسائل الدعاية والنشر وتضرب على الأمة نطاقا لا يجوز أن تتعداه بحال، وتعاقب على التهمة والظن لئلا يفلت الزمام من يدها فجأة. نعم، والشيوعيون والشيوعية الإلحاديون وقد حكموا لفترة من الزمن، وكما قال الأستاذ فبمراجعة بسيطة للتاريخ فإنك ستتيقن أن النظام الشيوعي الملحد لما حكم فقد ارتكب أبشع الجرائم التي فاقت ما حصل من الجرائم على طول التاريخ. فبالنسبة للجريمة والبشاعة والظلم والقباحة وسحق الإنسانية ومصادرة الرأي الكلية فإنها متميزة جدا وشاخصة جدا في النظام الشيوعي للملحد، حتى أن سافتيلانا الابنة الوحيدة لزعيم الشيوعية ستالين قد فضحت جرائم النظام الشيوعي بعد أن فرت من القبضة الحديدية للنظام الفاشي البلشفي، فكان معدل الضحايا في السنة الواحدة مليوني إنسان يقضون حتفهم بسبب بشاعة الحكم الشيوعي والنظام الدكتاتوري، وهذا ما وثقه الكاتبة المخضرمة روز ماري سوليفان في كتابها الضخم الشهير ابنة ستالين البالغ 600 صفحة. وكان النظام الشيوعي إلى درجة صار فيها القرويون يأكلون اللحم الجيف والأطفال بسبب الحصار المفروض عليهم من دولتهم الشيوعية نفسها، وكان عدد الضحايا بسبب فشاية النظام الشيوعي وفي حكم وفي فترة حكم لينين وستالين. في فترة حكم ستالين وحدها قد تجاوز 70 مليون إنسان. في فترة حكم شخص واحد تجاوزت الضحايا 70 مليون إنسان، ومن بين هذه الضحايا هم علماء الطبيعة والوراثة الذين خالفوا النظرية الداروينية التي يتبناها النظام الشيوعي. وبخصوص الحقية الرأسمالية الغربية فإن الحقية الاقتصادية الناتجة عنها تنتج ثراء فاحشا وأكثرية مسحوقة، وليت الأمر وقف عند هذا الحد، إذا لكانت المأساة هينة ولكان المسرح يحتفل بالضحكات أكثر مما يعرض من الدموع، بل إن الأمر قد تفاقم واشتد حين برزت المسألة الاقتصادية من هذا النظام بعد ذلك، فقررت الحقية الاقتصادية على النحو الذي عرضناه سابقا وأجازت مختلف أساليب الثراء وألوانه مهما كان فاحشا ومهما كان شاذا في طريقته وأسبابه،
وضمنت تحقيق ما أعلنت عنه في الوقت الذي كان العالم يحتفل بانقلاب صناعي كبير، والعلم يتمخض عن ولادة الآلة التي قلبت وجه الصناعة وكسحت الصناعة اليدوية ونحوها. فانكشف الميدان عن ثراء فاحش من جانب الأقلية من أفراد الأمة ممن أتيحت لهم الفرصة بسبب وسائل الإنتاج الحديثة، وزودتهم الحريات الرأسمالية غير المحدودة بضمانات كافية لاستثمارها واستغلالها إلى أبعد حد، والقضاء بها على كثير من فئات الأمة التي اكتسحت الآلة البخارية صناعتها وزعزعت حياتها، ولم تجد سبيلا للصمود في وجه التيار ما دام أرباب الصناعات الحديثة مسلحين بالحريات الاقتصادية وبحقوق الحريات المقدسة كلها. نعم، وينطلق من هنا عملاق المادة يغزو ويحارب ويقيد ويكبل ويستعمر ويستثمر إرضاء للشهوات وإشباع للرقبات. فانظر ماذا قاست الإنسانية من ويلات هذا النظام باعتباره ماديا في روحه وصياغته وأساليبه وأهدافه، وإن لم يكن مركزا على فلسفة محددة تتفق مع تلك الروح والصياغة وتنسجم مع هذه الأساليب والأهداف كما ألمعنا إليها. وقد أنتجت لنا الرأسمالية الغربية زعماء تسببوا بحربين عالميتين دمويتين، ففي الحرب العالمية الأولى وحدها عدد الضحايا تجاوز 36 مليون إنسان، في حرب عالمية واحدة تجاوز عدد الضحايا 36 مليون إنسان، التي كتب عنها نيل هايمان في كتابه الضخم البالغ 400 صفحة الحرب العالمية الأولى. أما الحرب العالمية الثانية فوصل عدد الضحايا فيها إلى 60 مليون إنسان قتيل، والتي كتب عنها ريمون كارتيكات كتابه الضخم بجزئين الحرب العالمية الثانية. كل كلامك عن الجهل والظلم والتخلف والقتل والتهجير والأنانية واللا أخلاقيات موجودة في مجتمعنا في بلدان العربية والإسلامية، وبسببها صرنا نهرب من بلداننا ومجتمعاتنا إلى بلدان الغرب، وهذا كله صحيح ولا اختلاف فيه أبدا، أنا معك في هذا، لكن لا أهرب للغرب، لكن أهرب للغرب وخلص نفسك وعائلتك من ظلما وقتل وإهانة وذل، لكن لا تترك دينك أبدا، لا تترك التوحيد ولا تترك الاعتقاد بوجود الله. نعم، راجع نفسك وابحث عن منظومة دينية إخلاقية تضبط بها أفعالك وأقوالك ولا تكون ملحدا. وآخر تنبيه، إن كنت عاقلا حليما يكفي أن ترجع إلى صوابك، وأنت تكتشف يقينا أنك جاهل إلى المستوى الذي لا تعرف فيه أن الغرب ليس ملحدا، فهذه شطحة كشطحتك مع اليابانيين، فراجع نفسك. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآل محمد وصحبه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. الله صلي على محمد.